المرأة الموريتانية من نفسها والرجل الموريتاني وباء، والعنصرية وباء، والقبلية وباء، والعلمانية ملي عندها شي خص بيها، فهمت؟ وندور نطرقوا له كاملين. أولا إذا الله نفتتح به إن شاء الله ولا رادها الله، لأن قالوا ذو الوجهين. شفتوا المرأة في موريتان الصماني من مثلا ما تيتشاد أخبار مثلا قضية المرأة في إطار الزواج بدي كان ماتر مهم عندي وقلت فيه مولي تقايل فيه ولا تيت مولي دوري وضاح لكم ذاك مع مرور الظهر، الظهر طويل والناقة سيالة. لين نتكلم على المرأة الموريتانية كمرأة في مجتمع موريتاني والرجل الموريتاني كرجل في المجتمع الموريتاني، ذو الوجهين موجود. لا يجيني حد يقول لي عممت تعميم قاعدة ما هو فيه بدي تعميم ما يصح، على كل حال ما هو حد معمم ولا هو حد هموم ولا يعمم، فهمتوا؟ يا غير شفتوا فهم اختلاف المستويات عن المرأة اللي تعود ذات الوجهين، المستوى اللي تنافق به وتكذب به وتخبط به ذاك القناع على وجهها موكي بالمستوى اللي قد يلحق الراجل. هذا دترو، هذا فيروس الرجل، فيروس تماما. معناها مسألة انت هو كرجل يستغل شخصه هو والله شكله هو كذكر إياك يتم يرتكب الأغلاط الأمور الرويخية وأبري يقول أنا ما ينشاف علي بي اللي يذكر وبي اللي كذا. وضرب المثال أمرازنات فم في موريتان وقتها ما أكثرها باطن الزانية فم واحدة مفرخة كلها الأولاد الغير شرعيين ذوك وتوكف بهم جزاهم الله خيرا راسين ديا جزا الله خيرا ذاك راجل بو الناس كاملة، فهمتوا؟ توكف بذوك اللي تقولوا لهم انتم الفروخة، فهمت؟ هما غلط والله جريمة مرتكبها مرتكبها شخص والله امرأة ورجل ينتموا للشعب الموريتاني للمجتمع الموريتاني، فهمتوا؟ المرأة اللي انتزنا فما تعود عنها يوني عار عاد على القبيلة ولا تلحد عينه فيها ولا تلحد شاد أخبارها ولا تلحدها منشدها، فهمتوا؟ ما تلحد رايح عليها العين، فهمتوا؟ والراجل الا منين يزنى يقوم يبط ممتنى مخاخه يبط زرع اخضر ما عنده مشكله، ما كي اللي ما عدل قاع شي الا كيف اللي ما عدل شي، انا كذكر هو كذكر انا فهم انا اعتبرهم رجال، فهم اغلبيه اعتبرها شبه الرجال بقايل لهم لا اذكر، فهمتوا؟ انتوما اذكر رجاله رجاله معروفه ما مثلا ما عنها ذهاب، فهمتوا؟ مارتها مطروحة، فهمتوا؟ الله كلها يزنى ويعدل ذاك اللي معدل ويقول لك أنا راجل وذا ما ينشاف علي ما ينشاف علي بيلي راجل، فهمتوا؟ وقد يزوج أي وقت، فهمتوا؟ قد يتخيم مثلا أي وقت. بينما المرأة الموريتانية اللي انتزنى فماتيها ما تعود رواية طبيعية عنها جلبة العار وعنها وفوا عنها عاد فيروس وعنها مثلا رواية عاد يلا يبرأ منها. أنا تميت لين لقيت ليلو مثلا نهارين والله ثلاثة لقيت واحد موريتاني قال لي لين أعطيك نصيحة ونشاور معك، وأنا أصلا قاع ما في ماني دايما كل حد نتكلم معاه، فهمتوا؟ عندي طبيعتي الخاصة بي وعندي خطي واخترت غير ما نبغي نرفض لرقاش مثلا المشاورة معاه لعله وشك إني متهرب والله النقاش معاه. قال لي فلان انت مالتك تمس الاجنبيات وكذا وكذا وكذا. قلت له علاش مثلا ما انا متعمقين في ياسر من الامور. قال لي مالتك تمسهم قدام الناس؟ قلت له مسهم انت. قال لي نعود وحدنا تعود الناس وحدكم، فهمتوا؟ قال لي انا لي نعود وحدي نمس الاجنبيات قال لي ونقيس بواتات ونعدد اللي معدل، هذا دليل على النفاق وهو العلني. عقبنا تخطينا ذيك القضية اللي هو خابط ماسك للمجتمع، هو خايف من المجتمع غير ما هو خايف من مولانا وتو، فهم؟ إنسان ما هو متفاهم مع ذاته يلعب بالنار، فهمتوا؟ يلعب شي من الأمور في ميدان حساس ويستدرج لها دائما عدة أشخاص، فهم؟ يقول لك فهم إطارين طرقوا له من تالي، دخلنا في إطار ثاني وثنين نتكلموا عن المرأة المحافظة
المرأة الموريتانية. نحن كما قلت لكم ما لنا مع مين غير موريتان، ما المرأة المحافظة، ما هي ما تقولوا لها مرأة محافظة، موريتان ما فيها مرأة محافظة، فهمتوا؟ قال لي قلت له لين تبادلنا الأخبار، قلت له تقدر تقول لي المرأة المحافظة كانت، قال لي حالا عنها حاليا ماتت محافظة، غير قطعت محافظة، وعن السبب قلة حفاظها أمريك ولا الغرب ولا شيء. وهون اتهم أمريكا بشي ما هو خالق، اتهم مثلا الدول الخارجية بتأثير عليها. قلت له قولي تاريخ المرأة فيه موريتانية كانت محافظة. قال لي من 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 قال لي من من قال لي من قال لي من 2000 والله من 1960 حسب لي من عند الاستقلال، هو قاع كيف شي ما اعتبر الموريتانية ما هو من عند استقلال موريتان لين 2017، فهم؟ قال لي هاك الزمن كانت المرأة الموريتانية كاملة محافظة. قمت واخذت له صورة شي من دعليات الموريتانيات سنة 1992 وذيك على جوجل، صورهم دايرين بطيطاتهم ورويصاتهم مظفرة كومسا موخضين، فهم؟ واحدة قصها بين بذي الحيلة. قلت له هاي المرأة محافظة، صد عليا وقال لي محافظة بقى. انا ما قديت مستوعب، الانسان يخزي براس والله هامو يقنعني انا بالباطل. الناس مشكلتكم تتكلم لكم باسم الدين وهي ما تعمل بالدين، فهم؟ والله تبارك وتعالى قال تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، صدق الله العلي العظيم، فهمتوا؟ هذا الراجل كان يقول لي قبيل عن المرأة وعنك ما يلتك تمسها مولين تعدوا حدكم مو قدام الناس ولو قدام المجتمع، ولين دخلنا في نقاش مع عماد أخرى انقلب تماما وعادي ينصح غير ماشي يفضح راسه يكذب راسه براسه، فهمتوا؟ شفتوا خارق الواية لا تخسر عليكم، فلان كبير بالسن ومشيب ولحيته كبيرة، هذا ما تلا معيار المسؤولية، فهمتوا؟ ما تري ابدا معيار المسؤوليه ولا يريبريزنتي شيء اسوا وشنو، ما يمثل شيء اسوا شنو. راني ندور نطلع دوك اللي يدوروا يطلعوا كاملين حنين نفوت نوفي كلامي وكلهم يدخل مداخلته اللي يبغي، فهمتوا؟ دونك شفتوا الرجل النفاق في موريتان ياسر لدرجه ملي هائله اللي ما تري ما اعتون عليها ومتفقين عليها الناس كامله، فهمتوا؟ ما تري غاب الى حد، انت فهمت عنه مجتمع منافقي ويكذب راسه براسه، فهمت؟ ويغير هاموته ويعيش في الوهم، وإذا نحن ما نقابلينه والله نين عاد هو هامو يعيش في الوهم، هامو يفرسي أولاد بلاده وعنهم يتموا عايشين في ذاك الوهم، ذاك ما هو خالق. عندما يكتمل وعي الإنسان إما أن يتمرد على كل شيء، إما أن يسكت للأبد، إما أن يتكيف، فهم؟ بما يخص الموضوع الثاني في أخبار العنصرية، شفتوا موريتان عنصرية لأقصى درجة، غير أولا نتفقوا على رواية، شفتوا العنصرية في موريتان؟ والله العنصرية قاع عموما أنواع، ما هو عبارة عن هذا كحل وهذا بيض، والله هذا أصفر وهذا أحمر، فم التظلم، فهمتوا؟ نوع من العنصرية يخلق فيه التمييز في أماكن العمل، فلان وسبك عن فلان به اللي والخيمة كبيرة ما خير منها حد، فهم العنصرية في الجدية، أنا عارفك لا ينعود جدي معاك ونعدل لك مشكلتك نحلها لك ذاك الوقت في حلول المشكلات ويش نحل لك مشكلتك ذاك الوقت، فهمتوا؟ وذوك ما هو مهم والمدر ويا أخي والله حرطاني قالوا هما، فهم؟ وما ماني معدل وماني ماني زاد قايم معاه بجدية، فهم؟ ما هو مهم والأبوه ما معلوم به والله أمه ما معلوم بها، شتو هذه المواضيع يسوى اللي خلق لا بد أن تنتج. فم عدة أشخاص ما أنا ما هو مهم من عندي ولاني شاد أخبارهم عدلوا منها قاع تجارة، فهمتوا؟ وأسوا على أساسها المنظمات وعدلوا عليها ياسم من أمور الرويخي، فهمتوا؟ غير شفتوا موريتان فيها العنصرية بقى، يغرين تتعود فيها العنصرية خصوصا قاعد اللي قالها الكائن المرأة الموريتانية اللي البيضانية مبروقة لدرجة هائلة تفقع الحرطانية، ويلها
والكورية ما عندها مشكلة، مصالحة مع ذاتها، هي الوساهة تشكي وتعيط وتقول أنا، وهو الوساهة يشكي وعيط وتقول عنهم تعرض للعنصرية، به اللي تعرض له وقطعا حاس بها. أنت الحرطانية يشي على يشيها بيضاني، كم من بيضاني فم شاد خضرية، كم من بيضاني شاد فمات ياها كورية، فم غير منين هي ذيك المبلوقة اللي نقالها البيضانية اللي هي تقعد وتخلي حرطاني يشدها. ها انت شاك انك شنو بركوا ما يشدك حرطاني؟ ها بركوا با؟ ها انت ماك اكبر من قدك، انت كائن ولا فضل لعربيين على عجميين الا بالتقوى، فاهمه؟ واحد توقف لك من تخيمه كبيره وشاده ما يقدر يشدني حرطاني، ذا الواحد فين قال له خريج لي والفيافي، فهمت؟ ولا يعقب يلوحكم في اسم الامور ودوروا تعضوا عليها اصبعكم، اصبروا تعامة طوال اللامة. منين هي الموريتانية البيضانية ذيك اللي ترضى الراسها تعود شقالة تشتغل الناس في دارها؟ ما هي خارقة بيهم البلقة، بيهم العنصرية والقبلية اللي هما وباء. هذا اللي قالوا العنصرية واللي قالوا القبلية والجهوية، هذا أو بي أف موريتان لدرجة مات المسيطر عليها، خرجت عن السيطرة عات لا إراديا، فهمتوا؟ خارقين أمور نزرعوا لا إراديا والوساطة وياسر مشي القرداي. ترى واحد افتح مؤسسة خيرية، والله مؤسسة جديدة، قال عن إني جي طلاب صدقة، والله أي شخص بغايته إرجانس يدخل عليه، تجبر القرداي المطروح لقدام، مولاي يخليك تدخل، مولاي كتشيت وبسينك ميدوقيا، والله ديمي دوقيا. هذا ما نقالوا نسخ واللعنة، إذا ما هو منكم أنتو، إذا مثلا ما هو من الحكومة ولا هو من حد أخر، إذا منكم أنتو شعيب فاسد، شعب رويخي تماما ومنافق تماما، وله مصالح مع ذاته، فهمتوا؟ وله رقاش، فهمتوا؟ أنتوما نحن خالقين روايات، نحن من قدرين قالوا نحن دلفينا، يلا نعودوا نراجعوا، أنتوما يالتكم تعودوا تراجعوا دلفيكم. انتوما ما يالتكم تقولوا مثلا عنكم جمهورية، والله مثلا عنكم مجتمع اسلامي 100% فيكم اللي ما انكم حاملين بالاسلام. انتوما قملكم، انتوما عدتوا، بما اني في اخر الموضوع كنت نتكلم عن العلمانية، انتوما اقرب للعلمانية، فهمت؟ من دولة متحلية بدين واحد، فهمتوا؟ ما يخص تحمر ذيك ما تفهم العلمانية، اشتو العلمانية والله اللائكية والله الدنيوية هما نفس الشيء، وقائم اصلا على مبدأ اللي هو فصل الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي عن الدين، فاهم؟ والله فاهمين زال، هذه العلمانية مثلا، فصل الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي عن الدين، هذا مبدأ عندهم، وما فهم واحدين فعلا تلاوي طوروا وتلاوي عدروا، نحن ما ذاك، نحن لسنا إليه، فهمتوا؟ فهم. وثانيا فهم حق ل والله رواية ملاحظة في الدول العلمانية عنها، مثلا الدولة العلمانية حالا تعود فيها تعدد الأديان، موريتان أقربية تعود دولة علمانية، هي لعات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نحن ما شفنا تطبيق الشريعة ولا شفنا الحد الزاني وحد السارق، فهمتوا؟ فهم المسيحيين، فهم الكفار، فهم الملحدين اللي ما يصلوا، فهم واحدين كاذبين على رسوم، كاذبين على الناس، أنا مسلم ولا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، هو ما يشم ركعة ويصلي ده قدام الناس. ومع ذلك نحن قاع، شفت هو المقصود من ذا كامل، نحن ما غادينا في حسابك تمعرك، انت لا تصلي، انت لا تصوم، يغل لا تدفع شهور الناس، لا تنصحها وتتكلم لها في امور الدين وتعدل وهريوه، وانت كشفيقي كاش حال راسك، هو تسنبين 60,000 سناب حتى رمضان تسنبوا كاش حال عن راسكم، وتلاو تقولوا ذا حرام، انتم ذا حرام ما تعرفوه، والدين ما انكم عاملين به، هي الحقيقة موريتان الناس فيها ما هي عاملة بالدين، لذلك موريتانية الدولة الموريتانية، والله المجتمع الموريتاني، يعني ما نتكلم عن الحكومة، نتكلم عن المجتمع الموريتاني، يالطو يصالح مع ذاته. انتو منين عاد فيكم عادوا يخلقوا فيكم روايات اللي عار حق فضايح
ينجبر الإمام مكرود مع مؤذن رواية قط ساعة تيك ساعة حاجة لي فركيز والله ذاك يزنوا بينات هذا مالو رويخ قيال والإمام اللي اقتصب من الناس انتم لا ما تحشموتوا انتم ما انكم قابلين مع عيوباتكم ما انكم قابلينها تماما خصوصا اللي قالوا انتم شفتوا انتم 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 الوساكم تنفقعوا في قضيه دي نهارات قضيه المراه وتهيشيها اخبار هذا الواحد اللي تكلمنا عنها وقلتوا عنها عيبنا قبل ذا قلتوا عنا عيبنا المرأة الموريتانية نحن ما عيبناها ولو كانت الرواية ما فم عظامها مثلا ولا هي موجودة ما تعود قامت البلبل الكبير اللي كبرها مدانا وخلاها يغير العظام فم والحقيقة فم يغير ما تبغوها تنتك فهمتوا وفم ملي اللي يعرف عنها فم وفم ملي اللي هو عايش ولو عارف قاعد الحقيقة بيدي شفتوا واحد نقر الحفرة في الحفرة ما يراعي في اللي فيها غير ذاك اللي الفوق اللي الفوق هو اللي راعي في اللي يقرأ الحفرة كامل فهمتوا اللي انت لحد من الشباب والله الشابة تصالح مع ذاتها وتعترف هي بشخصيتها وانتمائها والله هي الواحدة فيه انت اللي ينقام عليها وينقال لها فلان اللي عدلت حرام والله فلان اللي عدلت حرام والله كذا قلت ما الحرام ما تعرفوا الذي نفسه يراني بيدي الحرام ما أخذته من زر ما تعرفوا ما تعرفوا ينقال لاش فهمتوا والحلال ما اللي ما انكم عدرين انتم جهد الشباب الموريتانيين زونات كاملة موريتان فيها بيوت الدعارة اللي جيهم وبليش فما تيا تعرفهم ذوكم اهلي في عرفات حتى داي السادة نحن عندنا الاخبار نقبلوا الاخبار ونكتبوها ونعرف ذوكم اها في دار النعيم حتى بارتا ماها تلوريا وذوكم اها في سيتي بلاج وذوكو ما في تفرغ زينة لو كانوا محرمين والله ماذا وذوكو ما قاعد الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشعب المجتمع الموريتاني وذوكو ما طافيداتكم عادوا يلعبوا بالون لابسات الملاحفة هي فيما يخص الملحفة انتوما الملحفة عندكم هي الدين حسب اللي ظهر لي عنكم الدين بالنسبة للمرأة اللي الملحفة اللي تعود لابس الملحفة معناها عنها مسلمة مولانا ودقت تلعب بالون وتم تشلق وترصى في الفوق والتحت انا تبحرت لي دوالي العربيه دايره صور طويفيلات يلعبوا في عندي الاستاذ الشيخ ابويديه كلهم كان قاعد ملحفه ما يساترته ذاك بطانه ظاهرين هو بالشمره بذي الحيله تكز بالون يا غير قالها دماغها بهذا المجتمع الفاشل اللي عايشه فيه قالت لي اني العبها لابسه الملحفه كيف اللي ما خسر شيء فهم كي اللي ما اثرت على ذا انا شخصيا ما قادر لي فيها انا شخصيا نشوفها تلعب ونقول لعبي ان انا الله قاعد نقول انت اذا ما صالح الملحفه لا يتعطلك فسخي الملحفه ونقول لبسي كيلات وخبطي كرامبو هاتك وخبطي مايون هوك وقيمي لعبي فهمتوا يا غير لا تجيني الصبح وتقولي لي حرام كذا ولا حرام كذا وانت تعودي تعدلي الحرام بعين ذاته والله انت تعود تتخشش وتعدل ذاك النوع من الخزو للأمور الرويخية وتجيني أنا وتصدع لي وتقول لي عدلت ما وصالح وحرام أمالي قضيته قال قضية نحن جايين كنوا عليه حرام ثم الحرام لا ما تعرفين قال نحن جاي كنوا جاي للي جيناكم عليه للي ينقالوا لحرام العقيدة ما يفهم العقيدة تعبانة في موريتان ما فهم مسقى مع ربه إلا من رحم ربي والوسد المجتمعات اللي لها زين منكم وأفضل منكم بيدي واحد منهم هون ما أنكم لا تجبروا حد يصلي تجبروهم الدين فيهم قليل تجبروهم كاشحات عن روسهم غير بعد أن ينشوفوا راجل داخل المسيد عرفوا عنه مسلم حق وغاض البصر ولا يسلم على الأجنبيات نو مسقى مع مصالح هم اللي حق فهمتوا وصارقت العائلة المسيد ما هي خارقة ولانكم لا تجبروا مؤذن إله يزن مع صاحبه يلوطوا بيناتهم فهمتوا والله تجبروا مؤذن إله والله إمام سيد مقتصب من تمدة فهمتوا هذا الخلق اللي هم
وذوك كبار سينيغال وكبار هذا، واحد منهم مثلا يدخل الدين، تجبروا الدين الحقيقي قدامكم، تجبروا الدين بمعنى الكلمة. موريتان ما عاد قد فاصل اللي فيه الدين من اللي ما فيه الدين. نجيك واحدة في النهار متحاجبة وهي في الليل تبات تزنى، نجيك واحد النهار تشوف مصلي اليوم في المسجد الصبح ما تعطي سنة ما قد شفته، قاع واحد ما تعرف قاع كانوا يصلي والله ما فهمتوا. غير شفتان هو 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 لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، صدق الله العلي العظيم. فهمتوا أنت؟ لا 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 تسجن، لاك حسابك توم ولا أنا، لا تصلي لا بغيت ولا تصوم، عد لك اللي تبغي يغير بعد عن لدمية، لا تنصح لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذ فعلت عظيم. هذا الواحد فيه قالوا الفيافي، هذا الفيافي بمعنى الكلمة وتو فهمتوا. فيما يخص العلمانية، شفتوا أنتم علمانيين بالفطرة، مبشركم أنا لعدتوا ناقدين العلمانية. أنا العلمانية قاع ما نعرفها أصلا، نعرف لا تعريفها ونقرأ قريت عنها في جوجل قبات المعلومات الكافية عنها. غير نقول لكم بعد عنكم أنتم علمانيين بالفطرة قاع، وقرب أنتم لدولة علمانية من دولة إسلامية بيكم دي. أنتم ما فيكم حد يجي يقول في كونفيرمي موريتان إسلامية 100% كذيبة كذبة كذبة حمراء. احنا ما نكون قانعين بالباطل ولا نكون كذبين على روسنا، كذبوا انتم على روسكم. يغرف تصلم على دمية الاخرى يعطيكم قصران العمر، استغفر الله العظيم. فيما يخص تمييز، ذم 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 نوع من التمييز يفقع يفقع تماما. والقبلية شفتوا هذا الزمن، عاد 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 فلان ريبريزونتيه لا هو ولي فلان ولي فلان وعدلوا فلان وعدلوا فلان، هذا لسنا اليه. شفتوا نحن جبرناهم فم اللي تقولوا انتم الشرفه ويعدوا رؤوسهم. نحن ما نقول لكم هم اولاد النبي بيدي، انا ما نعرف لهم شيء ولا قعدت على شجرتهم العائليه ولا نعرف كانها حقيقيه ولا مزوره. قال جبرنا الشرفه اللي ينعدلهم الى الانبياء، واحدين في الامور الرويخه يسرقوا يزنوا قطوا كتلوا. منين هذا عن العادات والتقاليد؟ منين هذا عن الاحترام والتمسك بالدين؟ أنت المرأة أنت البيضانية تقدر تخلي الحرطان يشدها؟ هي فهم؟ يغير فهم ينعدوا على الأصبع، ينعدوا على الأصبع واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، ولا هي مدي تعود معاه بشرط عاد من الطنطان بالفضاء بينهم مدي المرأة الموريتانية الشابة الموريتانية في هذا الزمن. لا تنسوا قبيل قضية التعميم، رانا نعرفوا ذاك كانوا تعميم والله ما. كلبة مال كلاب المال اللي عاملين واحدين جهة عور جهة عور مطنطن من الفضاء دورتي قبلك، جهة حرطاني مقطوع مقطوعين كرعيك مطنطن من الفضاء دورتي قبلك مبشرك أنا يعني. فهم دور تستقبلك استقبال محسون وتجيك حتى تقول لي مالي، تقول لك مالي نجيك بعد انت راجل كيف الرجال كاملين، خلني تعود فقير. لا تحلم بها انت الحرطان ولا تحلم بها انت الموريتاني اللي والخيمه رويخي عندهم هما، حلم بها لا انت ولي الشرفه والكنتاوي وداب حشني والقناني هذوك القبائل اللي انا قاعد ما نعرف شنو هما فهمتوا. لاني شاد اخبارهم بيدي شفتوا انا اللي نعود حذر يسوني انا شخصيا من وجهه نظري انا شخصيا نقول لكم واحده ونعطيها لكم. انا ممثل راسي وشبه الانسان يعود يمثل راسه فهم بي اللي شفتوا اللي نقبضوا عن الفرد يمثل الجميع تنقعر بينا كاملين. والله بيكم انتم اهل القبائل، الواحد اللي يمثل الجميع تخلوا كاملين فهمتوا، وعود القبائل القبائل الرويخيه كامله فهم بكدي تجبر من شتى القبائل، كل قبيلة اللي تجبر فيها واحدين قد ترتكبوا الجرائم وزونات وكذابة ومنافقين، كل قبيلة اللي تجبرهم فيها. حليلكم انت تقولي قبيلة ما فيها المنافقين
والزونات والكذابة. إذا رواية ما ترى مسيطر عليها، رواية ما تأتي بالغرض. ثانيا قضية عني قتل المرأة الشاب الموريتاني زوج بالأجنبية، زوج بعد بالأجنبية، أنا موريتانية ماني مأيدة من إطار الزواج من وجهة نظري الشخصية. حتى أنت ما حكر عليك تزوجي بالموريتاني؟ ما هو حكر عليك الموريتاني، رجل موريتاني ما هو حكر عليك. أودي مع معلم سينيغالي حرطاني بيضاني يهودي، عودي مع مسيحي، إيش ما فوش يعني كنتي قبل عوجتي معاك لا يتعودي معاه حسب اللي المبدأ اللي عندك، مبدأك الديني اللي عاد حقيقي دوري تقتل وجي المسلم مولانا ومسالم مولانا، ما هو موريتانا وحدها موريتانا قليل قاعد ذاك العاد تلي فيها من مسالم مولانا، لكن تلي فيها من مسالم مولانا قليل لقصة درجة ما تري شي غابع لحد. عودي مع اللي تبغي تعودي معاه، هم قاعد وكما فيكم شادينهم نصارى شادين، هم اللي كما قلت لكم عن وطية هولندية والله أجنبية السافع عليها السافي يختار الشاب الموريتاني على المرأة الموريتانية، حتى المرأة الموريتانية تبغي وطية إماراتي السافي عليها السافي تلحس كرعي من بطرون قاع موريتاني تختيرها لكم كذا كفلان إماراتي وسعودي ولا إله إلا الله. مجتمع فاشل بمعنى الكلمة. ونقول لكم أمالي عنكم الدور تتندموا يوم لا ينفع الندم. نقول لكم عن ما نافع فيكم مثلا المكافحة والنضال والشيء ده فاتوا نحن سبقون الوحدين فهمتوا. وعرفوا أمالي عن حد يدوركم الله يدور فيكم رواية يدور منكم ألا غايتوا ألا غايتوا راقع منكم غاية ودعناكم لله بيكم اللي مجتمع والشعب دني ما فهم ثقافة انتوا ما قدروا تعذروا ثورة فكرية بيكم اللي كاملكم الثورة قاع ما يعرفت انقال ليش جهتكم ما تقدروا تعدلوها ثورة بالقوة ما تقدروا تعدلوها بيكم اللي كلكم شاك انه حمار رجالة وانه ما فوق ولا تحته غير دعني ندق واحد في ذيك المظاهرة ما تشوفوا راجل نهار نهار الاخر تشوفوا لان عايل فمات يام الطيارين يا بعد ما يخص امور ثلاث ياك تغير شفتوا انتم تقدوا تغيروا تقدوا تنتخبوا تقدوا تعدلوا للي دوروا تجبروا حقوقكم ما سببتوا المشاكل غير فهم عدة اشخاص وجهات ما تبغيكم قاعد تثقفوا لا تقراوا يكون اذا تقراوا تقدوا تسبوا ازمه كيفاش تعودوا تعرفوا كوما تقدوا تضغطوا على مثلا حكومتكم ولا روايه ذي كيفتها تضغطوا عليها بطريقة ملسة توما لين تقعدوا عشرة أيام أصحاب الباتي كاملين يتفقوا ما يزقلوا السوق شي ما ترى تتحرك وتى ما ترى حد يشتغل ولا يطلع هو لا القطاع المدني ما ترى حد يشتغل ما يطلع حد ما يزقل حد شركة تابعة للحكومة الشي أسوأ شنو دوروا تعرفوا عن ذاك الوقت مفصول فيكم عنكم تلعبوا دور كبير عنكم فهم عدة أمور تقدوا تلعبوا عليها يا غري يخصكم تقرأ والقرايه هون ما تنقال عنك تعود في المدرسة وتقبض بكك وتعدل ليسانس وماجستير وتزيد الدكتورة ليش شراويط فهمت فيها عود مطالع الطالع والثقف وفهم في الأمور عود فاصل بين الخطأ والصواب. انا بعد شخصيا والله اني نعود حد مسوني انا زين عندي حتى نشوف موريتان صالحت نشوف الشعب الموريتاني يتغير نشوف المرأة الموريتانية دارت راسها في بلد منين الشاب الموريتاني ما تريمش عنها زين عندي نشوف حرطاني حراطين عادوا فهم يتخيموا بالبيضانيات ياكي تعود زم نصل لحمة الحقيقية زين عندي تريت ما نشوف تمييز فما تياها على اساس القبلية او العرق او القرابة فهمتوا مكذرو باطعال زين عندي تنقرض قاع القبلية هذه والجهوية أنا والفلان 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 والله قاع ما تنقرض يقدر لا تتكلم باسمها لا تتكلم باسم القبيلة نحن ما نراعوا فيك ولا تتدخل تدخل مثلا المجالات والله تخلق الوساطة فما تيا والله أمور شوي من التخشاش والصفقات الفاشلة على أساس القبيلة أسم الأمور
وعليه ضرك لا يسمحوا البعض من الأشخاص يدخلوا هذا قدو فهمت. وإن شاء الله وقاعد وآخر بث النبي اللي فيسبوك إن شاء الله ما نصابي عندنا شيء أهم منكم أنتم وإن أنتم ما أعطيتوا شفتوا الإنسان ذا الزمن ما يعطي الرأس قيمة الناس ما يعطيتوا قيمة أنتم المجتمع الموريتاني ما أعطيتوا رؤوسكم قيمة لذلك الناس اللي تبغي لكم الخير ما تعطيتكم قيمة أي تأخذكم مرة واحدة تشوفوها عقبة ما تيتوا تشوفوها به اللي ما يصايب لكم واحدة فهمتوا أراك لين دخلوا حد من الناس نعرفوا عنه ندوروا نجبروا الناس اللي تدعي والناس الرويخ ندوروا نجبروها قدامنا غير بعد الآن هنا نعطوها فرصة تتكلم الناس الرويخ يتقدر لا تعودهم الناس المتعدلة مولي كاينة بسم الله لين دخلوا لين قالوا تجاني عبد الرحمن وفهموا اعتذروا مني لعله يدخلكم رقاش ويطلص لي كلام الخاسر عرفوا عنها هي لام دخنستان عرفوا عنها لا المجتمع الموريتاني اللي فيه الشباب الرويخي المنافق وفيه الشباب الصالح وزين فيه المرأة الموريتانية المنافقية اللي ما تنقرب ويمدي المرأة الموريتانية اللي محمود حالها المولانا وفهم اللي ما شاء الله عليه تبارك الله فهمتوا أنا عنكم توقعوا كامل يعني قد يدخلكم رقاج هونات يا يقوم يدعي لي أنا والله يدعي ليكم أنتم بسم الله تجاني عبد الرحمن تفضل مرحبا ياك لباس مرحبتي اهلا وسهلا وخيرتي ياك لباس ياك لباس ما سي خير ياك امورك تمام ياك ما تحس بشي موفر مرحبا انا اختي نعلق ليش من امورهم شفتكم تفضلتوا به اختي نعلق ليش من امورهم شفتكم تفضلتوا به والله تفضلوا انا اولا شاكرك على الجرأة الخروج المجتمع اللي الحقيقة انه ما يرحم الله يكرمك يا غالي انا اعتقد انك ان الافكار اللي تقدم على الرغم من فيها حق وفيها باطل غير مولي هي للاسف افكار غير ناضجه زين ديك من وجهة نظرك انت غير نبغيك تعطيني توضح لي الحق فيها بالنسبه لك انت والباطل عندك ايه هو الحق على المجتمع مو عندك الحق ايه اوكي 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 اللي قلت انا الحق من اين والباطل من اين ايه اوكي الحق المجتمع انه مجتمع حق انه مجتمع ظالم لا خلاف عليه انه مجتمع فاشل ظالم مجتمع كيفاش مثلا مجموعة من المشاكل الاجتماعية ومجموعة من المشاكل دولته دولة فاشلة ويعاني الكثير من المشكلات يغير تريد ان مجتمع ظالم والله دولة فاشلة اطرح الاسباب لماذا انت كم مثلا انت شفت شخص بلوجونس شاكلين قاع للمداخلة فهم نبغيك لين تقول لي شيء بما انا قلت عني انا قلت عن فم شيء الحق وفم الباطل انا بعد قلت شيء ما خليت في كلام ايوه تفضل احنا قلنا عن المجتمع انه داخله على انه مجتمع ظالم لانه لا يسمح مجتمع فيه العنصريه مجتمع فيه القبليه مجتمع فاشل نحن نعرف ذلك ايضا الدوله دوله فاشله فاشله سياسيا وفاشله اقتصاديا وفاشله على كل المستويات ذاك لسنا اليه فهم حاليا بعد فترة حالية لأن هذه مشكلات بعضها يتعلق ببعض غير كون نحن نصدوا على هذا المجتمع ونعتبروه نوجه اللوم للشريحة مثلا كيف النساء ونوجه اللوم للمرأة الموريتانية والشيء أعتقد نحن ما وجهنا اللوم نحن قلنا الرجل الموريتاني تكلمنا عن المرأة الموريتانية هي المرأة هي الموريتانية لا الرجل بين الرجال والعليات هي فعلا اسمح لي حتى راني مستسمع عن الشيء قضيت عن فم جوردي جنات وفم المتحولين جنسيا هم موريتان وفم هم اللي شبه الرجال ديك الشيء عن اسمح لي تفضل ديك حالة خاصة نتكلم لا عن الأشخاص العاديين أو زين نحن هون ما وجهنا اللوم للمرأة نعتقد نحن وجهنا اللوم للمجتمع والمجتمع من راسه متكون لا من الرجال والنساء فعلا كما قلت لك فم غرد جنات وفم المتحولين جنسيا وفم شبه الرجال شبه النساء هم اللي فهم اختصر الوقت خويا فم اشخاص يتحرر مرحبتي
يبدو أن الأخ ما وضح الحق من الباطل. جزاه الله خيرا على عن مدخل بأسلوب بعد محترم، ما فيه تجريح مثلا ولا فيه شيء، فهمتوا؟ بغير تبان وجهة نظر وما هي واضحة، والله الهام ويقول ما هو واضح له، موجه أوصاف للمجتمع الموريتاني والدولة الموريتانية، وعلى ذلك ما أطرح هذه الدواء أمثلة وذاك الشيء. على كل الله نقبل شخص ثاني يدخل معانا، وكيف ما قلت لكم ما ننساو عنا إن قد لا قدر الله يدخلنا الشخص اللي قادر وراخي يقوم يسب ويعيط، فهمتوا؟ لذلك لا تعودوا طارحين ذاك كامل بلاد العلو وتنصدموا، فهمتوا؟ لا يدخل معانا زين الدين عابدين، مرحبتي، اهلا، تفضلوا، انا مشينا لك دمار. يبدو انه زين الدين العابدين ما اكسبته مثلا، والله خاب ما ترى عندي راعينا، راعي لكم هون ياسر لين ندخله. تفضل ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبتي، تفضلوا. ايش حالك يا كباس؟ يا مرحبتي وخير، اهلا وسهلا. وعافاك خير، ما زالك. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. حقيقة مرة قاعد نتكلم مع شخص ما نعرفه، بس ما نعرف مستواه الثقافي ولا مستواه الفكري. صحيح صحيح، والله قاعد الطريقة اللي فكر به هو. قربات. نختارك تعطيني لا دقيقة ولا دقيقتين. لأن أشرح لك مسائل هون. أولا نختلف ويبقى الود. إيش؟ معي علي هذيك. نختلف ويبقى الود. صحيح صحيح صحيح. قد معي عليها. قد أحترم رأيك ولا أعترف رأيك، فهم؟ والله. طبعا كامل يعود بدون تجريح، والله بدون أوصاف مثلا، أنا ما يوجه لك وصف وأنت اللي ما توجه لي أنا وصف، فهم؟ أنا يوجه لك وصف. شوف اخبار الاوبئه الموريتانيه، موريتان عنده من الاوبئه المعروفه اللي قالوا الجنغور وبو حيمرون، اسمع هذا الموضوع من الاوبئه، اما اوبئه اخرى ما شفناها في موريتان. ثانيا قلت لنا اخبار المراه والرجل، المراه هون حق حق ما هون المراه قد نوصف لك كي نوصف لك المراه الموريتانيه بالنساء الاخرى، تعود انت جبر تحظ مع وحدات ما هم عينك عليهم، كيف ما هم نفس التحفظ ولا هم نفس الفكر، غير انت ذاك رأيك، وكل عين تشوف هي العين، شوف تمام واحدة كما تعرف عندنا ذاك معايا لي والله انك معايا لي انت تبارك لي تعمل الكاميرا كنت متقدم شاي تبارك رجعت شوي سامعك. شوف افكارك انت وافكارك ما افر صديق ابدا تفرضهم على المجتمع، فهمت؟ خلي عندك رأي محترم به مقدر به، خالي شمل آراء نابر صغير ينطرحه في كل بلاصة ولو كل مجلس ينطرحه فيه رأيك أنت كشخص متضرر من فئة معينة أو من مجتمع معين، يالتك تعود تلود الرقاش تقص لي هاي القصة، كيف منك يا أخ والله أبوك تشكيل والله تجيل والدتك تقعد حياة تشكيلة، تفضفض قال اللبناني تفضفض اللي في قلبك. يبدو أن زميل اسمه زين حاج اليوم بدون نخاب. اذا تعقيبا على اللي قال الشاب، شفت اولا لا تخسر عليك العباره، حد لا يشكي والله انا انت نشكي نشكي لا المولى، انا ماني شاكي لوالدي ولا ني شاكي لزيد ولا عمر. قضيه فيما يخص التعبير الشخصي، فعلا انا عندي حريتي في التعبير الشخصي، نعبر عن اللي حاسس انا به واللي في راسي وعلى صفحتي الشخصي، يعني مثلا ما هو فرصه على حد يخرصه، فهمتوا؟ ولا فرصه على حد ولا هي اجباري عليه يقعد ويصنت له ويسمع.
غير حد قعد وصلت له ووفاه وسمعه، عارف هو انه لا يستفاد منه والله متمونك في ودنه بعد. فهمتوا؟ انا عن عده امور نحن ما يغاب يعني. فيما يخص المرأة الموريتانية وتريد تقول ان مثلا ما اخر منها مرأة وش، والله اذا كذبت اسمح لي نقول لك القريب انك قلت ما هو صحيح. تم ما هو صحيح، عليات عليات موريتان فيهم، فما عليات موريتان خير منهم، تقبض نيجيرية والله سينيجالية. وفهمت عليهم اللي دي الأقلية معدات على الأصبع اللي يقدوا بنتو، وفهمت عليهم اللي يقدرون داروا مديد العين والرأس وذاك شيء. فهمت؟ غير ما فهمت أنا كان كنت متكلم عن ذاك وقت أنا ما مثلاً ما حنيتك والله متى ما حنيتني وبخط إلينا توضح لي كانون كانك نتكلم عنه في إطار ما يخص الزواج، والله في إطار ثاني هي كمرأة. هي كمرأة نحن معتبرينها كيف نساء العالم كامل، عندها حقوق وعندها ملي واجبات. بالنسبة لي أنا شخصيا فيما يخص إطار الزواج فاشلة تماما. لا الشابة الموريتانية حاليا في زمننا حالا ضرب ما تصلح أبدا للزواج، والزواج فيها صفقة خاسرة، يخسر من خلالها الراجل عنه قبض مرأة ما يتقوم له بشي ولا يتعدل بشي في داره ولا يتسجيل بشي لا في الدنيا ولا في الآخرة، لما دارت قاعد ترتكب عليه سيئات كرامة. وهي ملي لي تقبض راجل يعطي معها نهارين ولا ثلاثة شهر ولا شهرين ولا شهر سنة سنتين ترك منه يزيرقها، فمات يا معطيها نفقة ومريتها ما فيها قانون، فيها قانون مثلا يعني طلق المرأة يعود لها معقد عند القضاء. فهمتوا؟ ما فهمش ذاك هو واضح. نرى كان يشوفهم خرصوا كان نقبلوا شخص آخر يدخل معانا يعبر زاده عن اللي يقول دواني شوي. حمزة محمد حرمة تفضلوا. خير تبيك شيء يبدو انه سمينا هذا ما موجود، حنا نطلعه اسمه تفضل الدحى. سلام. اهلا وسهلا، ياك لباس، ياك بخير، ياك الخير، ياك امورك تمام، ما تحسب شيء. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس، اموري باهية. نقرا بنتك تحامي. ايوا ايوا دخل في صلب الموضوع، عاد عندك مداخلة. على فكرة هذا طفل صح زين قريب كاع. ايوا زين عندي فكرة. يجي عود مختلف معي الرأي والله زي اللي قلت، والله مأيدني به. خليني نتكلم. قلت قبلت يا موريتان مسلمين ونوبنا. هي 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 شفت العالم الوطن العربي كامل والله باع للفارقين. نحن من افريق موريتانيا تعد جمهوريه اسلاميه موريتانيا الوحيده، فهمت؟ كون جمهوريه اسلاميه ومواطنين 100% مسلمين ذاك ما يدل على المواطنين هي والله مواطنات ما يعدلوا ذنوب. نقولوا صار المواطنين والمواطنات الشامل القبائل والافخاذ كامل، يعني ما دل على ان ذنوب المواطن يعني فئه ولا روايه دل على قله اسلام دوله. نختار توضح لي قضيه موريتانيا مسلم تدخلت في الاسلام دوله قلت لها مي مسلمه 100% كذا درك عقب لي على زين
زين شوف الدحر، انت هنا تجاه معناك، انت معناك طرح سؤال، انت طرحت عندك تعقيب عليه القضيه اللي انت ما فهمت والله معارض عليه. انا اجاوبك عندي بسؤال، انت الدوله تعتبر دوله اسلاميه 100%؟ وشنو معنى الشعار؟ انت الدوله تعتبر دوله اسلاميه 100%؟ انت الشعار والله شنو هو دور الشعار؟ انت انت كموريتان رفعت شعار الجمهوريه الاسلاميه، قاعد لو كانك كتبت مثلا الجمهوريه الموريتانيه نستراح ما نتكلم، ما ترى حد يتكلم غير انتم رفعتوا شعار اسلامي. انت دوله تعود اسلاميه وياك صار تشوف تناقض، عرف لي شنو المعايير اللي تعود عليها الدوله والله مجتمع اسلامي 100%؟ شنو هي المعايير؟ واضح، خليني نجاوب يا ولدي. شفت الدولة زاد قاعد كيما قال انا قاعد مازلنا في بريفا قاعد تروازيام وابتدائية، الدولة هي حي استرالي في ياسر ياسر من خروج كامل. انت تعود الدولة اسلامية واسلامية اللي تعود تقتدى بين قالوا الشريعة المحمدية وماشي على قوانين الاسلام وتقتدى بذوك القوانين اللي الشريعة المحمدية تعدلهم. زين صحيح هذا ايوا زين، موريتان هذا ماشي موريتان دولة اسلامية وفيها الشريعة. ايوا زين موريتان، ايوا زين، من درا كان تطبيق الشريعة والحد كانوا من الشريعة الاسلامية والله ما. والله الا من موريتان درك طبق الحد تقتل القاتل، ما والله ما طبق، تقتل الزاني ما والله ما طبقوا، ما والله ما طبقوا، ما والله ما طبقوا. يلا تقلع عليك شعار موريتان، ما موريتان ما فيها الملحدين، موريتان ما فيها المنافقين، موريتان ما فيها فم المسيحيين يسدروا فيها، فم مسيحيين موريتانيين. ايوا زين ايوا زين، نجاوبه انتانك قاعد دوله مسيحيه ما طبق الشريعه، دوله هي شعارها اسلامي لا طبق الشريعه. انا ابدا بعيد عن الاسلام، الدستور الملاهي يقرب لي عاد العلمانيه، دوله علمانيه ما تعود دوله اسلاميه. فهم شفت العلمانيه اللي فيها نحن هون في تونس هي العلمانيه، ما جمعيه حتى حتى موريتان علمانيه غير ما اعترفتوا بها. موريتان نقرا المسلمين ونقرا قال الراجل البيت قال مده من اليهود لابسه لباس المسلمين، حنعقب لك ليلو حنعقب لك، وفيها فيها المسيحيين وفيها الديانات، فما تفهم كنيسه موريتان فما كنيسه حلوكا. اوزي حنوش كلام، خلينا نتكلم. شفت قضيه الكنيسه فما تشاف موريتان، ترى لماذا معدل الكنيسه في موريتان؟ لا تقول لي الاسباب السياسيه وعلاقات كذا. انت انت شوف انت كدوله رفعت شعار الجمهوريه الاسلاميه معناها تلتزم بالشريعه الاسلاميه 100%، طبق الحد على اللي يسرق واللي يزنق واللي يكذب والمال العام ما ينتكل فيها، ما تكشح فيها على راسها ولا تشحب والله الحق. خلي الامام فيها يا رب يعود اما حقيقيين، امام سيد يعود امام حقيقي، ما هو امام يلوط مع صاحبه. شفت هو اللي نعاد خلقت حاله، اللي انت تخلق حاله من اي روايه، دور تخلق حاله ثانيه ودور تخلق حاله ثالثه، هذه روايه لا اراديه. حنقول الكلمه حق الله، لا اظن دقيقتين نتكلم فيهم نعاقب لك الكلمه تقلت واحده بواحده. قضيه الكنيسه في موريتانيا انها جمهوريه اسلاميه ما يقعد فيها كنيسه، هي المسيحيين نحن دوله وفي المجتمع الدولي، المجتمع الدولي في شيء قالوا دبلوماسيه وسياسه من جهه. مين يعود المسيح؟ أول حاجة في مين تعود هون المسيحيين يجوا لفرنسيين جوناتيا وليز إسبانيون وليز أمريكيين جوناتيا، لمن المسيحيين؟ المسيح نحن نعرفه ليش يصلي في كنيسته كيف ما نحن نمشي نشوف. وزين واضح الصلاة يقول لك أنا وزين. ونحن معناها على ذا الإطار، بما أن صنف أنت هون هو بلاد منين عاد صار موريتان تثبت لي عن موريتان علمانية بهلي هون حق هي هون تذلقت هون موريتان فاصله فيه مثلا الجين الاسلامي عن السياسه والعلاقات الدبلوماسيه. خابطات المانيا انا ماني معارض عن تعود كنيسه موريتان والله يعود فيها المسيحيين فهم رغم عنهم فهم وفهم قاعد الكفاره الفجاره وفهم فهم المتقنعين غير ندور على الشاب الموريتاني والمرأة الموريتانية والشابة الموريتانية تقتنع عن دولتها ما هي إسلامية 100% وعن دولة مجتمعها فاشل فهم مجتمع رذيل مجتمع فيه النفاق. هو زمن والعدالة كانت تطبق الشريعة ولا ما تطبق؟ زمن والعدالة ما سمعت
والهيدالة زمان كانت تطبق شريعة ولا ما تطبق؟ فيل كان يطبق، فيل كان ما يطبق، انت فهمت؟ فيل فيل والهيدالة كان يطبق ولا ما يطبق؟ والهيدالة راجل فضيل، والهيدالة اللي كنت نسمع شفت انا ما قد قريت مثلا عنه، وحقيقة نعرف بعد عنه، قال ديك الساعة ماني مطالع لهاك النوع من الامور، كان الشرق لين يسرق تنقطع عيدوده بعد ذلك ما هو اكزيست، معناها هذا مثل من راجع ذاك نقولوا عن موريتان كانت تطبق فيه، كانت تطبق فيه الشريعه وذلك ما تطبق، معناها عن موريتان كانت دوله اسلاميه ظهروا الهيداله وسابق ذاك وعنها في الظهر ذلك عاد علمانيه، فهم؟ وجدت لك مولانا خليني نتكلم والله مالي ما وجدت لك مولانا غير بعد ما نقولوا مجتمع اسلامي 100%. وجدت لك مولانا خليني نتكلم، وجدت لك مولانا غير اختصر صاحبي الوقت، نين اختصر خلي لك الناس يدخلوا. اسمع لا لا أو لا تقاطعني خليني اتكلم. او زين، نحن موريتانيا كدوله من اقتصادها وبيئتها الجغرافيه وبيئتها السياسيه وانتراج الحيطه به دوله اقتصاديه قلت خلق من اي جهه. زين، هذا العالم يا ناس تخرص من جهه وتتخرص من جهه اخرى، تتخرص الزر الكاس ما في شيء. موريتانيا والعالم كان مسيطر عليه زين قالوا المجتمع الغربي وامريكا، وذي المجتمع الغربي وامريكا في شيء قالوا حقوق. شوف هو شوف تماسك تتهم المجتمع الغربي بشيء ابدا. شوف انت 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 من راسك، انت من راسك مين تعود ما تبغي راسك، تعود عندك طبيعه والله تعود تسلم على على الاجنبيه والله هذا ما لك تعدلها، انت حرف راسك. المجتمع الموريتاني عباره صنيت لي حين خايف مني ننسى انا ندور نعقل مباشره. ليه تخليني اتكلم؟ ليه تخليني اتكلم؟ ايه انت فهم خليني نتكلم. الو سامعني؟ خليني نتكلم. سامعك بقى؟ هي قلت لك عنك هو المجتمع الموريتاني كيان عباره عن رجال ونساء وشبه الرجال وشبه النساء فماتيا والمخنثين وذا كامل زي انت فهمت كان لو اكزيست انت فهمت غير هو كلها حر كلها عنده حريه في راسه والله. لا حين النقطة اللي نقول لك لا الله حد يقول ما الله حد يوقف واحد يتنتق لهم من غار ويقول لهم بيكم امريك وزرعت فيكم امريك وزرعت فيكم اليهود وزرعت فيكم النصارى وزرعت فيكم الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. والله 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 حد ما هو قابل يزرع فيه شيء، ما ولا يزرع فيه، كله متحكم براسه، كله حر براسه. لا ما هو لا حين وفي كلمة وجدت لك مولانا الواقع عليها واقع عليها داخليا وجيت لك خلينا لا دقيقة واحدة يا أخي أخونا خليني أتكلم. نقول الزبطان عنديته زين، مجتمع موريتان اقتصاديا والعالم حاكم شيء قالوا للغرب والولايات المتحدة الأمريكية زين، هذا المجتمع الغربي كون لا تقول لي حاكم لا تقول حاكم في كلامي، أنت حاول في كلامي طال عمرك الأغلاط صاحبي معني غلط عن غلاطي خليهم الراس يعطي صحهم يعني شو تشوف بريفي شنو قالوا حقوق الإنسان وحقوق الإنسان تتعرفنا اقوى دول العالم الروس صارت فيها مع اوكرانيا وايران ينجر عليها عقوبات اقتصاديه خانقه بسبب الامور الصغيره التافهه عندنا احنا اللي تقعد تقول لهم هوكاتيا غير نظر نظر يطبقوا نحن الشريعه في موريتانيا لين دار علينا العقوبات الاقتصاديه عود هليانه هناك يطبقوا في قرش ما عندنا عليه ادله. شوف لا تتناقش لا تناقش فيه نحن ما طرحنا الادله والبراهين اللي تثبتها ضمن بروتوكولات دوليه فهم قوانين الدرج تحت موريتانيا ما لا تتعدل الشريعه ولا تتعدل كذا نقولها لك نقول لك شنو صنفتي شو السبيل مصر اليمن شبيها. اليمن ذيك طبقت الشريعه اليمن ذيك 2014 اليمن دوله لين يكرت فيها حالهم صنفتي نو صنفتي يسوى ما يدوله يسوى ما يدوله عايشه بعد فيها الناس وحيه فيها انت فهم عنده حكم وعنده سلطه اكبر مجاعه نو عنده ضغط داخلي عنده الضغط الداخلي عند المشاكل الداخلية ذا نحن ما يعنينا فم انت هون يا صويح وخاتنا على الموضوع وذا لين نفتح قاع بث نهار مباشر إلى بغيت ندور ناقشوا في عدة مواضيع غير ذلك عندنا صاحبي الوقت فم نحن صار يعطيك الصحة يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يفضلك ما خليك نتكلم ما خليك نتكلم تبات لي الأخير أخير زين درك صار ما أعرف كاني كان عندي من وقت بذر الكافي جاكنا قبل شخص آخر يدخل لنا برواية عنده عد مداخلة والله مولي والله مثلا نأجله لين إن شاء الله إذا لقاين آخر أو لاني قايل عنه درك لا بعدين بيدي شفتوا لين تلحق لي ترجلها هذا العالم والله موريتاني طال الإنسان لين تمشي في طريقك الخاصة وتريد تبني راسك تطمع
معناها كي تجبر قريب، فهمت؟ ولا والعم ولا والفلان والفلان، فهمت؟ ولا هذا حق حق، لا تجبر لا راسك ولا ابوك ولا امك، فهمت؟ هذا ولا تجبر حق حق، نو يضحي يضحي يقدو يضحوا لك، فهمت؟ فما تقدر تعذرهم تشيلهم باسباب، فهمت؟ عندهم اسباب خاصه، فهمت؟ يا غير شفتوا القبليه والجهويه والعنصريه وبرقة المرأة الموريتانية وبرقة الراجل لما تيها وبعد دي هاي هاي الموريتان ما هو محكم فيه، فهمتوا؟ ولين ثلاثة تحدوا عن العلمانية الموريتانية ربعات هي المجتمع العلماني من المجتمع الإسلامي، فهمتوا؟ حسب بعد اللي ظهرنا منه، والله بالنسبة لي أنا وجهة نظري، أنا وجهة نظري الشخصية، أنت فهمتوا؟ والله أنتم ما زاد فهمتوا؟ شفتوا خالي قاسم النمور لين ثلاث ناس تطرق لها تقبض فترة من الوقت، وقت طويل، ونحن ما لنا صايبين لغة. لا نقول لكم واحدة عنكم ما انكم لا تجبروا موروثكم، وش به شي خالق يعود لانسان من الصالح مع ذاته، ولا يكذب ولا ينافق الحد بكل. انت انتانك افهم، شفتوا زي القضية، انت نهارك تيجي تتمرد على ذوك التقاليد وذوك ذاك الفيافي والنفاق الواحد في المجتمع الموريتاني، وتلا تنكره وذا الشيء وتخرص لا المنطق وفي الحقيقه، عود جاهز عن الناس عود ضدك كامله، واللي مأيدك لا يتجبر لا يتجبر شوي به الياس من خلق لأيدك، ما يجي أيدك على العلن عنده لا يتم ساكت، فهمتوا؟ غير ذم المؤيدين، فمن الناس مالي اللي تصفق، وفمن الناس قاع اللي من دشته وتصنت تصنت 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 تكتب تكتب، تلاحظ تلاحظ، فهمتوا؟ واستعانوا على اموركم يا ناس بالكتمان، وخلوا عنكم الرفاهيه في الواحدين فيه. شفتوا خارج روايه يلا تعود واضحه لكم، عنك اخوك صاحبك قرينك والعمك ما قرب لك حد منه كذا، ونين ترى وصلنا نتكلم بس من القابليه، يقد يعود ما يبغي لك يكون الخير، وما يبغي يكون تعود نافع، وفهمت تعود فهمت، ما يبغي بعد يوقع لك في خاسر، يبغي لك الخير غير ما يقد يعود، ما يبغيك تعود خير منه، ويقد يعود ما يبغي لك الشر غير ما يبغيك تعود مالي خير منه. لذلك قاع ذا لا يتعدل انت، وانت بمنين وذا الهامك انت، وذا لا يتعدل شنو اذا شبه لك تخليه لك انت وتبني راسك بلي شلتو تنين تمشي وتوقف وتحارب ذا المجتمع ويوقف ضدك كامل، عقب 10 سنوات الناس تدرس على المدى البعيد، تعود انت مؤثر انفلونسر في واحدة من الدول الخارجية، لا يتبناك الشعب الموريتاني فرص، قالوا الخلايجة عن انفك، لا يتم يقول ايه ذاك، يعود هو يقول تبرع قاع منهم، قالوا عني بريء منكم ماني موريتاني، خليك موريتان ماني موريتان، لا يقولوا ذاك منا نحن، ذاك اخي مالو جاينا نحن، هو يعود ماشي مع الراس تاعهم يتبناو شي من المجتمع الفاسد الرويخي، فهمت؟ يشغي راسه على الناس الاخرى اللي تعبت جهودها، فهمت؟ وثانيا مولي لين يمشي واحد منكم نتكلم لكم باللغه السوقيه، تلاقي واحد منكم الشابي ذاك النوع في الخارج، وفي دول يعدل راسه هو فالير، يعطي الراس فالير حقيقي وينعت عن الدولة والمجتمع باصلة فيه، ترجوهم متندمين على مشاو عن ذاك النوع من الخوم، ما صوي فطنون هيك يقولوا يا واجع أولاد بلادنا العباقرة اللي عند الليجوني كامل هم دافعين شور الخارج يقوم الدول، وما كان دال وسهل بنية وامري بيلي هي فاتحة الهجرة، كان دال فاتحة لكم الهجرة وامريكي الناس يغير الهجرة، ما كل حد يقدر يهاجر كندا، ما دور الجهل يجوها، فهمتوا؟ ولا دور تحمر ولا دور العالي، ما دور التايحات ولا دور مقاطعين العالي، دور مدة لا يتزيدها لا يتنفعها عند العقل، عند دي ديبلوم، والله ما عندك دي ديبلوم، ولا عندك دي اكسبيريونس ومعاهم دي كومبيتانس، فهمت؟ وتعود تقول تتعدل فيهم بروجي ايديال، فهمتوا؟ على كل ودعناكم لله، و يعقب يضاح لكم لكن واضح لكم تعبنا وفترنا، فهمتوا؟ ومجتمع رويخي، فهمتوا؟
ولا ما يمارسي فيش، ما يمارسي فيتو، ما يقتنع، ولا هو والده يقتنع ولا يتطران، فهمتوا؟ غير الدور تعضوا اصبعكم كامل. نظرك بعد سأل ربي ورشيتو، ذاك منكم اللي يبغي للناس الخير ما يجبر كون الخير، ذاك اللي نيته صافية وواضحة مع راسه يجبر مولي لا الخير، وذاك اللي نيته شينة يرد هذي، فهمتوا؟ عامل الناس كما تحب أن يعاملوك،